ما حكم بيع وشراء الكلاب؟ توقفوا هنا عافاكم، الله يرضي عليكم. ما حكم بيع وشراء الكلاب؟ نجاوبوا على هذا السؤال، ومن بعد إن شاء الله نجاوبوا على الأسئلة الأخرى، إذا وقفتوا يكون أفضل. نجاوبوا على السؤال الأول ديال أخونا عمر أبو محمد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. هذا النهي ورد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا الشريعة الإسلامية أباحت استعمال الكلاب في بعض الحالات. الحالة الأولى إذا كان الشخص يستعمل هذا الكلب في الصيد، هذا الكلب يباح اتخاذه ويباح الانتفاع به. الحالة الثانية إذا كان هذا الشخص يستعمل هذا الكلب في الرعي الماشية. الحالة الثالثة إذا كان هذا الشخص يستعمل الكلب في الحراسة. فإذا كانت الشريعة أباحت الانتفاع بالكلب في هذه المواطن، فالعلماء اختلفوا في هذه الأنواع، هل يجوز بيع الكلب المأذون بالانتفاع به؟ أما بقية الكلاب لا خلاف في المنع من بيعها. الخلاف في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، وهذه الكلاب التي تستعمل يعني في الأمن وفي تفتيش المجرمين والبحث عن المخدرات وفي المطارات إلى آخره. هذه الأنواع الثلاثة العلماء اختلفوا هل يجوز بيعها أم لا يجوز. فذهب بعض العلماء إلى جواز بيع هذا النوع من الكلاب، لأن ما أباح الشرع الانتفاع به لا يمكن أن يمنع من بيعه. وبعضهم قال لا يجوز بيعه وكرهوا ذلك، وقالوا يعطى دون مقابل عن طريق الهبة وعن طريق يعني العارية إلى غير ذلك. فالمسألة فيها خلاف في ثلاثة أنواع من الكلاب. أما بقية الأنواع فلا شك أن الشريعة الإسلامية منعت من بيعها، والله أعلم.